النهضة العمرانية والفنية وبنفس الوقت التقنية اللي عم نشوفها بمستشفى الكارانتينا حقيقة هي نموذج رائع متقدم هادف. أنا برأيي بوجهتين، الوجهة الأولى على حسن إدارة المرفق العام من خلال مجلس إدارة ورئيس ومديرة ومجلس إدارة متفاني في خدمة المجتمع وبالتالي يتحمل مسؤوليته بحسن العلاقة إدارة، والنقطة الثانية هو أنه يكون مجلس الإدارة مع وزارة الصحة محور هذا الاستقطاب اللي عم بيجينا من دعم، خاصة بظل السياسي الشفاف المعتمدين نحن، كل فلس عم بينحط لترميم أو تجهيز المستشفى بالكارانتينا هو في مكاشفة مسؤولة وفي مثل ما قلت أرقام تتكلم، وهي هي بتكون أكبر داعي لاستقطاب هبات ودعم من الدول المانحة التي اليوم بالذات هي عم بتدور على هيك تعاون بناء وشفاف بقطاعات مختلفة. التفاهم يلي مضي مع عيد الوزير مع السفارة القطرية مع هو مثل ما مكتوب عليه بالآخر أنه المدة تبعيته هي 3 سنين، وهلأ أبلغنا من السفارة القطرية أنه تم الاتفاق على الكونسلتنسي، يعني نقل الشركة الاستشارية يلي بدها تعمل دراسة للمشروع، ولاحقاً رح يتم كمان تنقية الكونتراكتور لحتى يبلشوا بالمشروع. هيدي الفترة هيدي تسمى فترة 8 أشهر مثل ما وعدونا فيها بين الكونسلتنسي والانتربرنور، ومن بعد 8 أشهر لحتى يرجعوا يبلشوا عملية الهدم والعمار. تأتي هذه الاتفاقية استجابة من دولة قطر لما يمليه عليها واجبها الإنساني وما يترتب عليه على أواصر الأخوة من تضامن ووفاء بواجباتها والتزامها بدعم لبنان والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني لتجاوز التحديات غير المسبوقة من دمار هائل في المباني والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء، فضلا على تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية الغير المسبوقة. كما ساهمت دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية وكذلك المؤسسات والجمعيات القطرية الأخرى في الجهود الدولية لإغاثة العاصمة بيروت من خلال تقديم مساعدات وإمدادات طبية ومستشفيات ميدانية مجهزة بالكامل لعلاج المصابين. كما نعمل حاليا على إعادة تأهيل وبناء أكثر من 50 مدرسة و20 مؤسسة للتعليم التقني والمهني و3 جامعات تضررت من الانفجار مع التخطيط لاستكمالها خلال عام واحد إن شاء الله. لم تتأخر دولة قطر عن تلبية نداء الأشقاء في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بأضرار بشرية ومادية هائلة، وكانت دولة قطر سباقة في مساندة لبنان لتجاوز محنته، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستكمالا للزيارات التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى لبنان، وإعلانه عن تنفيذ عدة مشاريع تنموية وإنسانية بعد الكارثة التي ألمت بلبنان الشقيق. ومن بين هذه المشاريع إعادة إعمار المبنى القديم للمستشفى الكارانتينا، وإذ يعكس هذا المشروع إيمان دولة قطر الراسخ بأن تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية هي الجسر الرئيسي لعبور الدول إلى الاستقرار والتقدم. نثمن جهود صندوق قطر للتنمية في دعم المشاريع التي تعزز القطاع الصحي وتلبي احتياجات اللبنانيين دون تمييز. الحضور الكريم، إنما نشهده اليوم يؤكد دون شك على عمق العلاقة الأخوية والتعاون بين دولة قطر ولبنان في شتى المجالات.
صباح الخير لكل الأصدقاء المتابعين بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. وقبل البداية لابد من شكر دولة قطر على هذا المجهود الذي أعلن عنه بعد 4 آب، والتنفيذ مثل ما سمعتوا وشفتوا بهالربورتاج سيكون يعني بدء الورشة قريبا بعد توقيع العقد، وطبعا بدء العمل رح يكون بأقل من 2. إذن تم توقيع هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة في لبنان بشأن إعادة إعمار وتجهيز المبنى بشكل كامل في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكارنتينا. طبعا هذا المستشفى تضرر كثير من انفجار بيروت، كان هو مخصص للعزل ومتخصص للأطفال. كل الدراسات بيّنت ضرورة إزالته وإعادة بنائه من جديد، وهون كانت المشكلة، لأنه تهديم المستشفى وإعادة بنائه وتجهيزه لاقى الحل السريع من الهبة القطرية، وهذه الهبة إلى دلالتها ورمزيتها لدى كل اللبنانيين اللي رح يكون جاهز وفق الاتفاقية خلال 2. السفير القطري مثل ما سمعناه محمد حسن جابر الجابر بيقول: ما نشهده اليوم يؤكد من دون شك على عمق العلاقة الأخوية والتعاون بين قطر ولبنان في شتى المجالات. عن هذا الموضوع حلقتنا رح تكون بمشاكل وحلول، لأنه فعلا وبالفم الملآن نقول أنه دولة قطر ساعدت أن يكون لهذه المشكلة الحل، وغيرها من الملفات والمواضيع رح نحكيها. ولكن بداية مع ضيفنا مدير عام وزارة الصحة بالإنابة فادي سنان. أستاذ فادي، بدي أقول لك عبر مشاكل وحلول مرحب فيك دائما بتلفزيون لبنان، أهلا وسهلا. خليلنا إياك، يسعد صباحك، يعطيك العافية. نحن اليوم بهذه الحلقة مباشر من الكارنتينا إلى رمزية خاصة، يعني هالمنطقة اللي كانت قريبة من انفجار صعب تعرض له لبنان، وزارة الصحة تعرضت لخسائر كتير كبيرة سواء عبر مستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا أو من خلال مركز توزيع الأدوية أو مركز أو حفظ الأدوية، مستودعات أدوية الكارنتينا، مستودع المستلزمات، مركز السل. عندنا مجموعة كبيرة من المراكز 4 أساسية تابعين لوزارة الصحة بالمنطقة. إن شاء الله نحن مش بس بدنا نقول إنه الوزارة عبر قطر خلال 2 حتقوم بعملية تأهيل المبنى القديم، كمان عنا شغل باراليل غير القطرية مع القطرية. نحن عنا اليوم 33 سرير عناية للأطفال وحديثي الولادة عم بيكون كمان بلش شغل هون. خلال أسابيع بنكون عم نفتتح كمان مبنى من 50 سرير إضافة، وإن شاء الله المبنى الجديد على خلال أشهر بيكون مفتوح، وهذا المبنى القديم خلال 2. وبالتالي هون بنقول إنه مستشفى الكارنتينا حتكون مستشفى نموذجي بليق بأهالي بيروت إن شاء الله قريبا. خلي لي إياك إذا بتسمح لي سعادتك. النقطة الثانية اللي أنا بحب شير لها اليوم. تفضل بس إذا بتسمح لي سعادتك اليوم. أنا بحب شير لنقطة تانية كمان. اللي وإلى رمزيتها اليوم كمان من مستشفى الكارنتينا، إنه بظل الظروف الاقتصادية والظروف الصحية اللي عم بيعاني منها لبنان والعالم، نحنا بنقول إنه منا بس عم نشتغل نحنا كوزارة كورونا، نحنا مش نايمين، نحنا عم نشتغل بكل الملفات، لأنه ما بيجوز يكون شغل البلد كله قايم بس كورونا. نحنا عم نشتغل كمان ملفات تانية ما بتقل أهمية عن الكورونا. نعم. يعني أنت وقت بتكون عندك مشكلة كبيرة مش لازم تنسى المشاكل الصغار اللي حواليك، حتى بعدين وقت نخلص من الكورونا ما نلاقي حالنا قدام مشاكل كتيرة. من هون يمكن إنجازنا. نعم. اليوم بمستشفى الكارنتينا الحكومي واحد من شغلنا اللي عم نقوم فيه كوزارة صحة. إذا بتسمح لي سعادة المدير العام، يعني اللي أنت عم بتقوله بموضوع
البناء النموذجي لمستشفى الكارنتينا هو يتوافق مع تعليمات وتوجيهات وسهر وزير الصحة الدكتور حمد حسن الانتزاع؟ يعني عقلية البعض بيقول انه المستشفيات الحكومية خدماتها عم بتكون اقل مستوى من المستشفيات الخاصة، ولكن في ظل عهد الوزير الحالي عم بيسعى دائما لانتزاع هذه العقلية او الافكار القديمة لحتى ينقال مثل ما كانت المستشفيات الحكومية بمواجهة كورونا وبالصف الأول، وهي كانت بالواقع رأس الحرب بالانتصار، يعني على ما رح نقول انتصار ولكن بتخطي مرحلة كورونا، تنكون دقيقين بوصف المرحلة وصولا إلى هذه المرحلة. هذه النموذجية إذا بتسمح لي أستاذ فادي، شو رح تكلفكم أنتم كوزارة بالرغم من كل المعطيات والضائقة الاقتصادية الصعبة يلي لبنان عم بمر فيها؟ ليك لا تكرهوا شيء لعله خير لكم. نحن يمكن بظروف كورونا اللي مرق فيها العالم ولبنان، نحن استغلينا هذا الموضوع واستغلينا القروض بتوجيهات أساسية من وزير الصحة الدكتور حمد حسن، قمنا بعملية تحويل بعض القروض اللي كانت جاية لوزارة الصحة وللرعاية الصحية يمكن لإعادة مساعدة المستشفيات الحكومية. هاي المستشفيات الحكومية اللي كانت من البداية ما عملت حسابات، تصدت لهي الوباء وبينت انه هي تستحق التقدير والمساعدة، ونحن بهاي الفترة انتقلنا بالمستشفيات الحكومية من مستشفيات يمكن كانت الناس ما عم تطلع فيها او ما عم تيجي عليها. نعم. قمنا بعملية تطويرها بشكل سريع وبشكل كتير مهم، واليوم صرنا شايفين حالنا بمعظم المستشفيات الحكومية وبالضاهي معظم المستشفيات الخاصة بلبنان. وأنا بعطيك أنه نحن بمستشفى اليوم عناية الخدج والأطفال هي الأفضل على صعيد لبنان بشكل عام، وإن شاء الله الأقسام الجديدة اللي حنفتحها بتكون على ذات المستوى. هي وغيرها من المستشفيات اليوم المواطنين اللبنانيين صار عندهم مثل أنه ردة فعل إيجابية تجاه المستشفيات الحكومية، نحن إن شاء الله بالمرحلة الجاية رح نحافظ عليها. طبعا اليوم من خلال كل هذه المعطيات بنلاحظ أنه اللي أنت عم بتقوله كمان، يعني أشار له معالي وزير الصحة بالكلام عن دينامية مجلس إدارة مستشفى الكارنتينا وبين هلالين، قال التاريخي. قديش مهم اليوم وزير صحة يشيد بمجلس إدارة وفعاليته، بيقول نظرا للعلاقات والثقة التي لديه من خلال التفاعل مع المؤسسات الدولية استطعنا تأمين مصادر الدعم. قديش بريحكم اليوم كوزارة أن يكون مجلس الإدارة يتعاطى مع كل الملفات بهذه المرحلة الاقتصادية الصعبة جدا والحساسة يلي مش بس لبنان ولكن كل العالم عم بمر فيها، وعم نقدر من 4 آب 2020 من تاريخ انفجار مرفأ بيروت لليوم نقدر نعمل خطوة 2-3 رح نحكي عنهم مع ضيوفنا بالحلقة إيجابية بإطار ملف مستشفى الكارنتينا. ساعة المدير ليك رح قلك شغلة، نحن بالمستشفيات الحكومية بشكل عام خاصة الجامعية، وأولا رح أحكي مجلس إدارة وإدارة مستشفى الكارنتينا الحكومي. نعم. يعني بتعرف المنظمات الدولية ما بتساعد لأنه بتحبك أو ما بتحبك، لأنه أو بتشوف في عندك طاقات. نعم. أو وقدرات على العمل أو ما بتشوف. نحن اليوم مجلس الإدارة وإدارة مستشفى الكارنتينا الحكومي هن من خيرة الأطباء والاختصاصيين بمجال الطب وإدارة المستشفيات. من هون يمكن كان في سرعة من أكثر من منظمة دولية أو من جهة دولية. نعم. لإنقاذ هذه المستشفى. نحن منطلع مع هذا مجلس الإدارة الموجود والإدارة لننقل هذه المستشفى للمحلات اللي بتلبي طموحات أهل بيروت. نعم. هي العاصمة يعني اللي إلها ميزة تاريخية، نحن كل المستشفيات عزيزة على قلبنا، ولكن لما تكون بيروت، بيروت بتمثل لبنان وهي الوجهة الأساسية بلبنان. نحن من هون ما عندنا شك انه عندنا مجلس إدارة وإدارة بمستشفى الكارنتينا على مستوى طموحاتنا وآمالنا، وإن شاء الله كل الشعب اللبناني وأهل بيروت بيعتبروا هالمستشفى من ابتداء من أول السنة الجديدة رح تلبي كل حاجاتهم. طبعا يعني اليوم نحن عم نحكي عن إعادة البناء يعني المبنى القديم
المبنى الجديد يعني سبق كمان انه نحن لا نحن اللي لا لا شو ولا نحن ماشيين بباراليل نحن المبنى الجديد هلا ايه المبنى الجديد هلا رح يحكوا الاداره عنه المبنى الجديد ان شاء الله خلال اشهر بيكون انجز وقبل اول السنه ان شاء الله بنبلش شغل فيه بلشنا بالعناية الأطفال وفي عنا قسم رح نبلش فيه كمان بالفترة القريبة اللي جاية ولكن إعادة بناء المبنى القديم هي اللي رح تاخد وقت اللي بهبة مشكورة من دولة قطر ومن سعادة السفير ممكن تاخد خلال سنتين بس مش يعني هاي السنتين نحنا ما عم نشتغل نحنا خلال سنتين بيكون عنا بحدود 80 سرير عم يشتغلوا بالمستشفى بفترة قريبة نعم. وخلال سنتين بيكونوا صاروا أكثر من 200 سرير هول بنتمنى إن شاء الله يكونوا للسياحة الاستشفائية اللي بنتمناها بلبنان نعم. بأسعار مدروسة إن شاء الله بتكون بتناسب أشقائنا العرب وغير العرب اللي بدهم يجوا على لبنان نعم. خاصة إنه كمان نحنا بهالمستشفى مش بس عنا مجلس إدارة وإدارة نحن عنا مستشفى جامعي عريق عنا فريق طبي مميز بكل الاختصاصات طبعا اليوم نحن عم نحكي عن هذا المستشفى بيجينا حي القديم والجديد وعن مجلس إدارة يسعى دائما لحتى يكون مترجم للطموحات المطلوبة بهذا القطاع الطبي الاستشفائي شو بدأ بعد مستشفى الكارنتينا لحتى تقدر تقدم كل الخدمات اللي اليوم ما عم تقدر تقدمها بدأ إمكانيات ولا بدأ مساحة ولا بدأ مباني أكبر يا ريت بتوضعنا بالصورة ساعات المدير العام أنتم كوزارة حاضرين لتدعموا هذا الطموح نعم نحن كوزارة صحة حاضرين ونحن حد كل المستشفيات الحكومية نعم نحن صار عنا مجموعة كبيرة من المستشفيات الحكومية اللي قادرين نأمن فيهم كل الخدمات للمرضى كل الخدمات الأساسية ونحن بنتمنى من المرضى الاتجاه بشكل أكبر نحو المستشفيات الحكومية لأنه هي عم تقوم بعملية الخدمة العامة دون أي حسابات ربح وخسارة هون بنتمنى نحن أكيد عم نعيش بأزمة كمان بنناشد المستشفيات الخاصة وشركات المستلزمات والأدوية أنه يعملوا حسابات هذا وقت منه وقت ربح هذا وقت يمكن كل شيء الواحد ربحه بالماضي اليوم بده يحطه هذا وقت انه نتخطى الازمه ونكون حد اهلنا منشان نقوم بعمليه تخطي الازمه الاقتصاديه الكبير اللي عم يمرق فيها لبنان طبعا اليوم ونحن طبعا انا نعم. بقول بالمستشفيات الحكوميه تفضل تفضل المستشفيات ساعة. الحكوميه نحن على امتداد لبنان من عكار لنقوره لصور نحن بكل المستشفيات عم نقوم حد عم نكون حدهم عم نقوم بعملية تطويرهم اليوم كل المستشفيات صار فيها أو خلال أشهر رح يكون أنجز كل شيء على كافة أنواع المعدات اللي مطلوبة لتكون على المستوى عالي من الخدمات نعم. الطبية إذا بتسمح لي ساعتك يعني إضافة إلى المختبر نعم. الأشعة العيادات الخارجية نعم طبعا رح نحكي بالتفصيل بعد شوي عنهم ولكن إذا بتسمح لي ساعتك يعني هالصورة الإيجابية اللي عم تحكي فيها عن مجلس الإدارة بمستشفى الكارنتينا مستشفى بيروت الحكومي الجامعي يعني بتعطي فكرة للأصدقاء يلي بتابعوا عبر وسائل التواصل بعض الأمور المتعثرة ببعض المستشفيات الحكومية التانية مستشفيات تقول أنها لن تستمر بتقديم الخدمات مهم كتير من خلال لكم نقول سقف دعم وزارة الصحة لكل المستشفيات الحكومية عم بيكون واحد ولكن بالميدان مفترض مجلس الإدارة هو اللي يشتغل لحتى يساعد لك لا شك انه نحن كوزارة صحة عم نقوم بعملية عطول اذا في لقينا مجلس إدارة متعسر بأي مستشفى عم نقوم بعملية استبداله سريعا أو عم نكلف لجنة نظرا لعدم وجود مجلس وزراء اليوم عم يجتمع ولكن نحن مثل ما أنت بتعرف بظل هذه الأوضاع كلها وزارة الصحة عم تقوم هي وزارة الحكومة كلها عم تقوم بشغلها وكأنه ما في شيء بالبلد ويمكن إذا بدك تقول هي إذا بدك الشمعة المضيئة بظل هالسواد كله اللي عم بيعيش فيه لبنان إذا كان بموضوع الكورونا التصدي لكورونا تأمين الأدوية تأمين العلاج أنت ما رح تسمع من اليوم وطالع ولا قبل أنت سمعت أنه في مستشفى حكومة قالت أنا بدي وقف أو بطل استقبل مرضى من هيك نحن عم نستعد بالمستشفيات الحكومية لنغطي محل غيرنا
وعارفين انه الوضع الاقتصادي سيء كبير واتجاه الناس نحو المستشفيات الحكومية، لا اليوم ولا بكرة ولا بالمستقبل رح تشوف اي مستشفى حكومي بتسكر بابها امام اي مريض او اي حدا بحاجة لها. يعني اذا بتسمح لي بوجودك معنا بدي اطرح عليك بالختام سؤالين بموضوع كورونا، يعني الواقع ملف كورونا وتراجع عدد الإصابات خبر مفرح نرجو أن يستمر، وبموضوع الأدوية والكواشف والمختبرات إذا عندك شيء بس تطمن الأصدقاء يلي هلأ عم بيتابعونا، وصلنا إلى حل حلي نوعا ما إلى فشت يعني إلى فشت رح أحكي بهالموضوع شقين. نعم تفضل. ليك أول شيء بموضوع الكورونا، نحن وزارة الصحة إمنا مع الجمعيات والمؤسسات اللي عم تساعدنا، الجمعيات الأهلية بما نستطيع. نعم. نحن إمنا بعملية التلقيح باتجاه نوصل لتمنيع مجتمعي بلبنان، نحن صرنا بأعداد التلقيح كتير عالية، إن شاء الله بالقريب العاجل بنخلص كل المسجلين على المنصة إن شاء الله. هون بدعي المؤسسات الأهلية، مؤسسات المجتمع المدني، البلديات مساعدتنا ومساعدة الناس للتسجيل على المنصة من أجل التلقيح. نحن عم نعمل ماراتون وعم ننزل فيه من شان نقوم بعملية تمنيع المجتمعي بشكل كتير سريع بلبنان. صار عنا عدد كتير كبير من الإصابات اللي تسجلت والغير مسجلة، من شان هيك شفنا اليوم يمكن الأرقام صارت منخفضة جدا بلبنان، وهذا طبعا شو ما كان بدك تقول هذا واحد من انجازات وزارة الصحة. نعم. ان شاء الله ما عدنا نشوف ولا اي موجة كبيرة، ولكن هذا ما بيمنع انه نترك اهلنا على اهبة الاستعداد ومواجهة الوباء من خلال كل المعطيات اللي نحن عم نقولهم، سواء من ارتداء الكمامة او المحافظة على النظافة الشخصية او المسافات الامنة بين الناس. اما بموضوع الادوية والمستلزمات الطبية، أنا بطمن الناس أنه موضوع الأدوية اليوم ما في شيء اسمه رفع دعم عن الأدوية، ما بيصير كمان الإكسار. أنا بعرف الناس ما عندها ثقة اليوم، ولكن الأدوية موجودة بشكل عام بكميات، خلي كل واحد ياخد حاجته، بتصور بيكون هذا قادر يحل الأزمة من هون لكم شهر لقدام، إن شاء الله بنكون جوازنا هالأزمة إن شاء الله يا رب. أما بالنسبة للمستلزمات الطبية والمعدات للمستشفيات، أنا بحب أقول لشركات المستلزمات وغيرهم، أنتوا عم يجيكم شيء كتير مدعوم، هذا الاحتكار بكم محل نحن وقفنا حده ما بيجوز. معالي الوزير عنده توجيهات كتير واضحة بقمع أي نوع من الاحتكار، أو بده يكون حدا عم يشتغل بهذه الأجواء على المتاجرة بأرواح الناس، هو اللي بيسمون يمكن إنه بك تقول تجار الأزمات. أنا بقول نحن عنا كميات مدعومة، أي شيء مدعوم يجب أن يصل إلى المستشفيات بالسعر المدعوم، وما فينا اليوم نحكي بإشياء شيء مدعوم وشيء مش مدعوم. لحد اليوم المستلزمات والأدوية مدعومة ومتوفرة إن شاء الله، خاصة الأشياء اللي خافت منها الناس سواء بغسيل الكلى أو بالبنج أو بالسكر إن شاء الله يا رب. بالختام عندك شيء تقلنا إياه عن الماراثون؟ ونحن طبعا عم نتابع هذا الموضوع. نعم سعادتك الماراثون هذه هالجمعة نحن عم نتابع هذا الموضوع. نعم. مع مين؟ ليك الماراثون أول شيء رح قلك صار أي واحد فوق 53 صار فيه يفوت على المستشفى ووك إن ويطعن. إن شاء الله اليوم في عنا اجتماع بلجنة لجنة الكورونا رح ياخدوا قرار، ولكن كمان نحن بنتمنى من أهلنا كل يوم يكون عندهم ماراثون ويجوا ووك إن على المستشفيات. نعم. حننزل العمر ابتداء من الأسبوع القادم. نعم. ولكن كمان نحن كمستشفيات وكطواقم بوزارة الصحة يعطيهم ألف عافية كلهم، عم نتعب كتير بالماراثون لأنه طبعا نحن بنشتغل كتير خمسة أيام، وبالويك أند كمان عم بيكون موضوع. يعطيك ألف عافية، ونحن بنتمنى أستاذ نقولة أنت عطول بتكون حدنا، بنتمنى نضل نحن وياك بهالرحلة وواقف حدنا وحد المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة. شكرا سيدي، شكرا لك سعادة مدير عام وزارة الصحة بالإنابي فادي سنان. يعطيك ألف عافية. شكرا سعادتك. أصدقائي هلأ بنتوقف مع فاصل وبنرجع نتابع مشاكل وحلول سوا مباشرة على الهواء من مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بالكارنتينا.
بعدنا معكم ودائما عبر مشاكل وحلول متابعين برنامجنا مع رئيس مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في الكارنتينا دكتور ميشيل مطر. دكتور ميشيل بدي حييك عبر تلفزيون لبنان وبدي لك أهلا وسهلا فيك. بونجور بونجور نيكولا. أول شيء بدي أشكر تيلي ليبان يلي علفت الحلوة يلي التفت فيها لمستشفى الكارنتينا، وبدي أشكرك إلك أنت نيكولا. نحن في معرفة سابقة من 20 سنة يمكن، جانا هلأ نرجع نحكي مع بعض. مزبوط. مرسي مرسي على اللفت الحلو. يخلي لي هيك، يعني نحن بيكبر قلبنا فيك دكتور ميشيل، يعني من خلال اللي رح نسمعه أو سمعناه عن المستشفى. ولكن بهذه المرحلة إذا بتسمح لي، يعني الواقع السلبي اللي كلهم كانت يعني صفة تتسم بالمستشفيات الحكومية، اليوم بعد كورونا لاحظنا يعني هذه الجمهرة آراء جديدة حول إيجابية عمل المستشفيات الحكومية. اليوم الكارنتينا يعني مستشفى بيروت الحكومي الجامعي يؤدي ما عليه بخدمة كل ما هو مطلوب منه في ظل التحديات، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت. أنا بهمني أعرف شو هي المشاكل اللي بتتمنى أنه نلاقي لها حلول مع الحل اللي قدمته مشكورة دولة قطر. شوف نيكولا، رح أقول لك شغلة. إن المستشفيات الحكومية مرسوم إنشاء مجالس إدارة بالمستشفيات الحكومية طلع سنة 97-98، صاروا مؤسسات بتندار من مجالس إدارة، وأكيد وزارة الوصاية علينا هي وزارة الصحة، وكان ماشي حاله. وكلنا بنعرف انه في صفوف ماليه لكل المستشفيات الحكوميه، مثل ما في صفوف ماليه كمان على كل المستشفيات الخاصه. كانت المستشفى صراحه هون مستشفى الكارنتينا كانت مقلعه منيح صراحه، وكان في عندنا ديبارتمون دو بيدياتري يعني قسم الاطفال، كان بلش من 5-6 سنين. كلنا بنعرف المتمول الارجنتيني مسيو كارلوس سليم اللي هو تبرع بقسم اطفال من خلال البروفيسور روبير ساسي، وكان في عنا شراكه كمان مع مستشفى دي جورجيوس الجامعي، وكنا ماشيين منيح. وكان عنا كمان قسم للكبار كنا عم نستقبل فيه الوان داي هوسبيتاليزيشن، يعني المرضى يلي حابين يجوا يعملوا عمليات بنهار واحد ويفلوا، او ياخذوا العلاج الكيموثيرابي تبعولهم يلي عندهم كانسر واتترا. نعم. واذ اجى انفجار 4 آب وخربطنا كل هالشيء. اصلا المستشفى كان بعده عم ينمى، وكنا بلشنا من 5 سنين صراحه كان بتمويل من البنك الاسلامي، هو مش تمويل، هو قرض من البنك الاسلامي من خلال مجلس الانماء والاعمار ببناء مستشفى حديث. نعم. جديد يلي هو حوالي 70 تخت، رح بيكون 70 سرير. وهالمستشفى كمان اكل نصيبه بالانفجار، وهلا حاليا عم يعاد تاهيله عن جديد. دخلوا معنا على الخط اكيد دول صديقه واليونيسف، واكيد دوله فرنسا من خلال الوكاله الفرنسيه للتنميه اجانس فرانسيز دو ديفلوبمون. وهلا بلش الشغل، بلش اعاده تاهيل فيه، وبعتقد رح يخلص العمل باعاده تاهيله خلال فتره 8 شهور موعدين، يعني من هلا لاخر السنه او يمكن شهرين زياده ويكونوا خلصوا لنا اياه لحتى نفتتحه. بالمجمل رح يكون هذا المستشفى مستشفى الام والطفل، ماري انفون، يعني رح يكون فيه سيرفيس دو بيدياتري يعني قسم اطفال متطور. نعم. للاطفال يلي عمره ما بين 3 سنين لل 18 سنه. نعم. واكيد رح بيكون فيه كمان عنايه فائقه للاطفال يلي مش موجودين بكل المستشفيات، وعنايه فائقه كمان للخدج لحديثي الولاده يلي عندهم كسور بالرئه. نعم. او مش عم يقدروا ينموا مزبوط، الاكسجين. نعم. ما عم يحبوه مزبوط، بدهم وقت لحتى ينموا، او بيخلقوا مع تشوه خلقي، او. نعم. بيخلقوا وزنهم كيلو كيلو ونص قبل وقتهم. هدول كلهم بيكون بدهم عنايه فائقه للخدش ان شاء الله. دكتور اذا بتسمح لي، يعني بيكيو بالانجليزي وبيكيو للبيدياتريك اي سي يو. دكتور يعني اذا بتسمح لي اليوم، يعني الخدمات اللي انتم عم بتقدموها معروفة، ولكن الخدمات اللي بتتمنوا تقدموها وبعد انتو مش حاضرين او غير مجهزين لاستقبال الحالات، يعني شو العمليات اللي ما بتنعمل بمستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكارنتينا؟ شوف نيكولا، نحن هلأ عم بحكي عن قسم الاطفال لانه هو the golden unit مثل ما بقولوا عنا اياه. نحن بيجينا اطفال من كل لبنان.
من النبطية لعكار لقبيات بيتحول من مستشفيات إن كان حكومية ولا حكومة ولا مستشفيات خاصة لحتى يجوا يتحكموا بمستشفى الكارنتينا بقسم الأطفال، لأنه عندنا قسم الأطفال مجهز تجهيز بيوازي تجهيز المستشفيات الجامعية الكبرى الخاصة بلبنان. نعم. هذا أول شيء مفخرة للمستشفى الكارنتينا. نعم. هلأ نحن شو تطلعاتنا بعد لقدام؟ تطلعاتنا لقدام لأنه هلأ في موجود جراحة عامة أكيد، يعني إذا حدا من المحيط بمنطقة بيروت، لأنه هو أنشأ هذا المستشفى الجديد يلي عم ينشأ هو على دراسة عاملينه مجلس إماء والأمار، يعني لازم يحوي حوالي المنطقة المحيطة هون حوالي 400 ألف نسمة صراحة. نعم. دونك إذا في حدا من المسنين وقع كسر وركو هل في يعمل عملية بمستشفى الكارنتينا؟ الجواب نعم. إذا حدا عنده التهاب بالمرارة وبدها تنشال المرارة هل يقدر يعمل عمليته مستشفى استئصال المرارة؟ نعم. الزايدة نعم. كل هدول العمليات عم ينعملوا عنا. طموحنا أكثر من هيك؟ إيه نعم. طموحنا عمليات قلب لا بالوقت الحاضر بعد هلا مش مفكرين. ما نعرف إذا هلا عم نعمل دراسة، يعني نحن عم ندرس نحن بمجلس الإدارة ومع المديرة لاحقا هل يا ترى نحن أول امبارح مضينا الميموراندوم مذكرة التفاهم مع مستشفى الكارنتينا. نعم. مع دولة قطر الشقيقة. نعم. يلي ساعد لها على كل حال معالي وزير الصحة، نحن نشكره لهاللفتة يلي التفت فينا ونقى مستشفى الكارنتينا انه تكون الهبة يلي مقدمة من دولة قطر هي. نعم. تكون لمستشفى الكارنتينا يلي هو المبنى هيدا راح يكون حوالي 100 سرير، يعني حوالي 10,000 متر مربع. نعم. يلا نحن بعد ما عملنا التوزيع الأقسام فيه، ويمكن يكون أحد الأقسام هو مثل ما عم تسأل سؤالك قسم للقلب وقسم لعمليات جراحة القلب. نعم. سيكون عم نحكي فيها لثلاث سنين لقدام. نعم. سيكون نعم. المستشفى مجهز فضل. يعني من قبل دولة قطر بناء وتجهيز ولا شو دكتور؟ هيدا اللي بدنا نعرفه. دولة قطر مقدمة هدم المبنى القديم يلي أكل نصيبه خلال الحرب الأهلية بلبنان من سنة 75 لهلا. نعم. ويلي إجا كمان انفجار مرفق بيروت كف عليه. نعم. هيدا ما كان فونكسيونير، ما كان شغال إلا بس الطابق الأرضي فيه كنا عم نستعمله كطابق لأنه كان فيه غرفتين عمليات قدرنا رممناه هون. نعم. كان فيه البرايمري هيلث كير سنتر، يعني الرعاية الصحية الأولية كمان قدرنا رممناه، وكان في كمان قسم للكبار يلي عم نستقبل العالم حتى يجوا ياخذوا العلاج الكيميائي او يعملوا شيء بسموه وان داي هوسبيتاليزيشن للعمليات الصغيره. بقى هيدا الجواب. هلا بالنسبه للدوله القطريه، هلا مدينا الام او يو اول امبارح حسب ما فهمنا منهم انه مذكره تفاهم بدها حوالي 30 شهر، يعني في اول 6 شهور هن في لزموا اللي عرفنا انه لزموا المكتب الاستشاري، مكتب الهندسي الاستشاري بلبنان. نعم. بده وقت تقريبا 4-5 اشهر تيعمل الخرائط الهندسيه. نعم. بعدين رح يصير في مناقصه لحتى ينقوا كمان مكتب الهندسي المنفذ لهالمشروع هيدا، كمان بقى تاخد 4-5 اشهر تانيين. مش هيك عم بقول انا انه مش قبل 8 اشهر من هلا تيبلش عمليه هدم مستشفى القديم يلي يمكن تستغرق معه 3-4 شهور. نعم. وإعادة أعمار يلي هن قايلين بدهم تقريبا حوالي سنتين عليها أعمار. يعني وتجهيز أكيد. نعم. تجهيزه بالكامل دكتور. يعني أنا من خلال هذه الأطلال الأولى من مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بدي أشكرك. إذا عندك شيء بتحب تقوله بالختام، لأنه نحن لقاءاتنا رح تكون متتالية قيد المتابعة مع وزارة الصحة ومع المعنيين. إيه. لحتى نقدر نظهر الواقع صورة وصوت للناس اللي عم يتابعونا وين ما كان. تفضل. نعم. أنا بس بدي أقول إنه أول شيء بدي أشكر كل الهيئات كل الدول المانحة والهيئات المانحة للإنترناشنال إن جي أو واللوكال إن جي أو صراحة، يلي وقت الانفجار هبوا علينا لحتى يرجعوا يعملونا، إن كان دولة سويسرية اللي رممتنا البيدياتريك يونت، وإذا بتجوا بتشوفوه صراحة ما بعرف إذا الشباب امبارح أخذوا بالكاميرا أخذوا فكرة عن هال ديبارتمون دو بيدياتري اللي أنا بسميه ميني بيدياتريك هوسبيتال صراحة. هو في كل المستلزمات اللي ممكن يعوزها الولد اللي بعده خلقان هلا لعمره 18 سنة، حتى في غرفة. نعم. عمليات بقلب هالديبارتمون دو بيدياتري هيدا. طبعا نحن يعني هلا بدنا نقوله إنه نحن صار عنا تجهيزات
نعم. عندنا التجهيزات، اجينا دونيشن تجهيزات كثير من النواضير للبرونكوسكوبي غاستروسكوبي يعني تنظير للمعده، تنظير للمصران، تنظير للرئه، اتسترا. نعم. هدول كلهم هلا اجونا رح نبلش نشتغل فيهم، بس كمان نحن عطلانين هم بالمستقبل الانترتيان تبعولهم المينتنس، يعني المينتنس بتكلف هول كلها. نعم. بضاعه اكويبمنت يعني اجنبيه امريكانيه وامريكان ستاندر اند يوروبيان ستاندر. نعم. هدول بدنا مين كمان يبقى يدعمنا بالمينتنس. المينتنس مش كنايه انه عن انه اذا مثلا اعطيك فكره عن السيتي سكان. نعم. اذا رح يجينا هبه تنقول عن السيتي سكان، المينتنس تبع السيتي سكان هي ما لا يقل سنويا عن 10,000 دولار يعني. يعني هل يا ترى نحن رح نقدر نكفي هالمينتنس هيدي؟ هيدي اسم الفكره تبعيتك يعني مشاكل وحلول، هيدي هي المشاكل تبعيتنا انه بدنا الحلول. بدنا الحلول دكتور، سستينابيليتي للمعدات، بدنا الحلول. الحلول هن ما بعرف اذا كمان الان جي اوز يلي هبوا على الدونيشن تبعولهم لحتى يجوا يقدموا لنا هالمعدات، هل يا ترى رح يقدروا يكفوا بعدين معنا بالمينتنس لهالمعدات؟ ان شاء الله يا رب. هيدا هو السؤال الكبير، وهيدا هو الكونتاكت يلي عم نعمله، ويمكن من خلالك انت نيكولا ومن خلال تليليبون والصحافه كمان. شكرا سيدي، تقدروا تساعدونا لحتى نكفي تضل واقفين على اجرينا. هيدا وعد على الهواء انه نحن رح نكون دائما حدكم لما في. نعم. خير ومصلحه مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكارنتينا. شكرا لك دكتور ميشيل مطر. رح نتابع اصدقائي برنامجنا، ولكن بعد هذا الفاصل بنرجع سوا. بعدنا معكم واهلا بالاصدقاء اللي متابعينا هلا. منتابع من مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بالكارنتينا مع مديره المستشفى كارين سقر. بدي حييكي سعاده المديره عبر مشاكل وحلول، اهلا وسهلا. مرسي، اهلا فيك. مرسي. يعني اليوم بعد الظهر انتم عندكم نشاط مهم كثير، افتتاح قسم المناظير بعد اعاده تجهيزه ووصول تجهيزات جديده للمستشفى. قديش مهم نقول انه الى هذا التعاون اللي هو مع مؤسسه التعاون بينكم وبين يعني هذه المؤسسه، قديش مهم نقول من خلال كل المعطيات والتحديات اللي نحن مصرين عليها انتم قادرين انكم تمارسوا دوركم وكانه شيء لم يكن في ظل المحبين الكتار حواليكم مديره. مضبوط. نحن الصراحة من بعد انفجار أب نحن كنا مضبطين الأوبيتال، يعني أنا جيت من 2015 استلمت وبلشنا ورجعنا الأوبيتال من أول وجديد وضبطنا كل شيء، وكنا على كمان على فكرة كنا محضرين طابق للكورونا وكنا بدنا نفتتحه وصار في الانفجار وراح الطابق. نعم. هلأ بعد الانفجار في مؤسسة التعاون دغري يمكن بعد يوم أو يومين من الانفجار اجت لعنا وسالتنا وشافت حالتنا وقال لي انه راح كل شيء، صارت تفرج، صارت فرجيناها الاكويبمنت اللي عنا كيف كله كان رايح، ومن هون بلشت فكره. اجوا طلبوا منا قال شو عاوزين، وهن من عندهم بلشوا يعملوا مع الدونر، بلشوا يلموا مصاري وجمعوا مصاري واجتمعنا معهم وشفنا انه نحن بحاجه، المنطقه كثير بحاجه لكل شيء اسمه منظار، يعني عم نحكي جاسترو كولونو برونكوسكوبي، وفي عنا كتير كان مهم. كنا قبل الانفجار بلشنا نعمل عمليات العيون، وكان الميكروسكوب جايبينه للأوفتالمو، ميكروسكوب جديد ألماني من أحسن الميكروسكوبات بالبلد، وهذا كنا بلشنا العمليات فيه وراح انفجر. ما قلنا نحن عاوزين هلأ يرجع الميكروسكوب وهولي كل المناظير، ومن وقتها حرام مؤسسة التعاون جمعت هالمصاري وجابت لنا هالمناظير كلهم والميكروسكوب، واليوم هلأ بدنا نفتتح الصالة بعد الظهر، رح نصير من ابتداء من بكرة. نعم. نستقبل كل المرضى لكل شيء اسمه برونكوسكوبي، برونكو غاسترو كولونو. يعني اليوم يعني بالرغم من الوضع يلي انتم فيه بخلال هذا العام من بعد الانفجار خاصة، منلاحظ انه كل الناس انظاره مشدودة نحو مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بالكارنتينا، حتى حملة يونيسف يعني كانت هي الى جانب كل الناس، ويعني بتعرفي نحن مرة مرتين حكيناك لو ما سفرك كان مفروض نكون على الهواء قبل لحتى نقدر نتابع هذه المعطيات، لأنه هذه الحملة اللي هي مهمة كتير ضمن المعاينات الطبية وفق الاختصاصات المتوفرة بالمركز، أبرزها كانت طبعا اللي عم تتقدم وما زالت صحة عناية أطفال، أمراض وجراحة نسائية،
قلب، سكري، كلى وجهاز عظمي. يا ريت بس بتوضعيني بسر يعني نجاح حملة اليونيسيف عندكم بالكارانتينا، لأنه أنتم عم تشتغلوها بقلب مفتوح. مظبوط. نحن إذا شوي عملنا دراسة على المنطقة من قبل الانفجار، كان عنا نحن مركز الرعاية الصحية ماشي عنا، بس كانت هالعالم كلها تجي، هالعالم كلها بتجي على المركز الرعاية، مظبوط، بتشوف حكيم، بتاخد دواء، بس كل العالم كنا نطلب منهم بدهم يعملوا فحوصات، الحكيم يطلب منهم فحوصات، ولا مريض كان معه من المنطقة يقدر يعمل فحص لنشوف إذا هالدواء عم بيوافقوا إيه أو لا، إذا الدواء عم بيضايقه أو لازم يغير دواء. من هون انطلقت فكرة إنه عن جد هالمنطقة عاوزة العالم عاوزين هلأ الإرجان فحوصات يقدر حدا يغطي لهم هالفحوصات الخارجية، كان فحوصات من مخبرية أو شعاعية أو عم نحكي سكان أو ERM. ومن هون إجت جمعية اليونيسيف، اجت عملت معنا بروجرام هلا على سنه، وان شاء الله بنتامل انه يرجع يتجدد. عم يجوا هالعالم بيشوفوا حكيم، بيدفعوا بس 3000 ليره وبيصفوا الفحوصات وبيتغطوا كل الفحوصات حسب اليونيسيف، 3000 ليره فقط بس. هيدي بتاخذها المستشفى يعني اذا بدك مثل هيك شيء رمزي كثير بس، وبفوت الحكيم، بفوت المريض بشوف حكيم، وكلهم احد من اهم، ما بدي احكي من اهم الاختصاصيين، اخصائيه البلد، كلهم سبيشاليست عندنا من كل الاختصاصات، عم نحكي عيون، أنف، قلب، كل الاختصاصات، عظم، ريماتيزم، بفوتوا بشوفوا الحكمة وشو بيصفلون الفحوصات، كل الفحوصات بتتغطى حسب اليونيسيف طبعا. الدخول مع جمعية الاي او سي سي، يعني الدخول للمحيط ولا لأي إنسان هلا عم يسمعنا نحن لأنه بظرف الكورونا بس، اي بظرف الكورونا ما عم ناخد كتير يعني، عم نجرب ناخد مواعيد مسبقة تنقدر ما يكون في شوية تباعد وما تعجق كتير على الأوبيتال يعني بالعادة إنه تقريبا ما عم ينرفض تقريبا ولا مريض يعني عم نشوف يعني إذا كان مضمون يعني إذا كان مضمون أو عامل أسيرانس يعني إذا كان المريض مضمون أو عامل أسيرانس يعني وعنده بعض المشاكل مع الضمان أو شركات الأسيرانس ما أكثرها بهذه المرحلة، أنتوا قادرين تستقبلوه بيدفع 3000 ليرة وبيعمل ما هو مطلوب؟ يعني هو الصراحة هيدا المشروع مش معمول للمضمونين ولا اللي عندهم أسيرانس، بس نحن بهالظرف السيء بهالظرف هيدا العوز عم نقطع ناس، مزبوط عم نقطع ناس لو كانت مضمونة أو مع أسيرانس عم نجرب نقطعها، لأنه في ناس لو مضمونة ما معها ليرة تروح تعمل فحص، يعني عم نشتغل على كل كاباركا، في أسيستانت سوسيال بتدرس الوضع، في ناس عن جد عاوزين عم نقطعهم، ما عم نقول لا عم يعني نقطعهم. الحملة هي بس للبنانيين ولا غير اللبنانيين أيضا؟ لا لكل اللبنانيين والغير لبنانيين ولكل الأديان، كل الجنسيات دون أي تفرقة يعني وتمييز، مغطية كل الجنسيات وكل دون أبدا. طب اليوم يعني انطلاقا من هذه الإطلالة من كأول جميع الجنسيات، نعم انطلاقا من هذه الإطلالة الأولى، نحن عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان للمعنيين بلبنان وبالوطن العربي، شو بتحبي تقولي لهم وبكل العالم طبعا، شو بتحبي تقولي لهم بنهاية هذه الإطلالة اللي رح يتبع إطلالات مبرمجة متتالية معكم، لأنه مهم كتير كتلفزيون لبنان نكون نحن حدكم لإيصال الرسالة إلى الناس اللي قادرين أنهم يساعدوكم. يعني انا ما بدي اقول بس ما بعرف اذا لازم اقولها، بس انه نحن هلا عم نعمل دور، اذا بدك دور كل شيء، دور الدوله، دور الكل شيء، يعني عم نشتغل محل، اذا بدك محل الضمان، محل كل شيء، يعني ما حدا عم يقف معنا صراحه هلا من وقت صرتوا من وقت الانفجار هلا، ما في الا وزاره الصحه اللي هي داعمتنا، الداعم الاول وزاره الصحه والان جي او، بتمنى يكملوا اللي بلشوه من وقت انفجار البور، كملوا هالان جي اوز يعملوا هيدا، بنكمل بنتمنى من هالجمعيات يكملوا اللي بلشوه، يا ريت نكمل هيك تكون هلا الدوله اكثر وقفت اكثر ووقفت معنا اكثر وساعدتنا اكثر. انا بدي اشكرك كارين سار مديره مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكارانتينا، والى لقاء اخر قريب، شكرا لك. طبعا أصدقائي هذا الموضوع يلي نحن عم نحكي عنه من خلال كل المعطيات رح نتابعه بالختام مع الدكتور روير صاصي بعد هذا الفاصل.
بعدنا معكم واهلا بالاصدقاء اللي انضموا لنا. دكتور روبير صاصي رئيس قسم الاطفال في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكارنتينا بينضم لنا لحتى نحكي عن واقع هذا المستشفى اللي هو متخصص للاطفال. ومؤخرا جرى حفل افتتاح قسم طب الاطفال بالمستشفى بالكارنتينا. طبعا مهم كثير دكتور روبير، بحييك اهلا وسهلا فيك، تخبرنا عن الخدمات يلي عم بتقدموها للاطفال بهالمرحله. ليك نحن بالمرحله سبيسيال ما صرنا يعني حاجه ضروريه كثير، لانه بتعرف الناس بالكريز الاقتصاديه الموجوده الناس ما بقى معها مصاري، وعم بيشيلنا حتى من المراكز الجمعيه الكبيره، عم بيتحولنا اولاد من كل لبنان. نعم. وقت ما بقول لك من كل لبنان صدقني ما في جوره بلبنان مش سامع بمستشفى الكارنتينا وعم نجرب تحول اولاد لهون، حتى عم نرفض اولاد لانه تقريبا كل الوقت كومبلي كومبلي كومبلي. كم سرير عندنا؟ نحن عندنا 4 تخوت عينيه فائقه للاطفال. بتعرف كل لبنان بركي في انجا 25 تخت، وهول كومبلي كل الوقت، يعني انه ما في يعني طلب عليهم. لو في 30 تخت بيكون 30 تخت مليانين كل الوقت. نعم. عندنا بالوقت الحاضر 14 بيت ازاز، 14 انكوبيتر كوفرز، يستعملوا 14 وليد بحاله كوفرز بس انه مع ريسبيريتور وكل شيء. نعم. عندنا تقريبا 12 تخت للاطفال هلا بالوقت الحاضر. بنعمل تقريبا 250 عمليه جراحيه للوليد بالسنه، عندنا شيء 5-6 جراحين بيجوا. وقت ما بقول لك عمليه يعني مش زايده افتاء، عمليات كبيره يعني بيكون في تشوهات خلقيه فيهم. تقريبا 250 بالسنه، بنستقبل تقريبا 1000 ولد بالسنه. هلا مع الجديد يعني مع البناء الجديد يعني مكاناتنا مع البناء الجديد رح تزيد الاعداد دكتور روير؟ ايه بالبناء الجديد تقريبا حيصير عندنا 30 تخت للاطفال. نعم. و 5 تخوت عينيه فائقه و 16 انكوبيتر بالمستشفى الجديد، ويلي رح يبقى هون رح نستعمله هلا مكان لغسيل الكلوي وللون داي تريتمنت لاولادنا اللي عندها امراض سرطانيه. يعني رح يصير كانسر داي وان داي تريتمنت وان داي هوسبيتاليزيشن، ولا بده عمليه ويظهر فرد نهار بيصير يعملهم بهالقسم هيدا. لو بيصير عندنا هونيك تقريبا 40 50 تخت، وهون بيصير عندنا تقريبا 25 تخت للون داي وان داي يونت. دكتور روبير يعني من خلال هلا عندنا كمان مشروع نبلش. تفضل ايه اللي تفضل. لا كنت عم بقول لك انه في مشروع كمان مقدم علينا من منظمه برا انه يعملوا لنا غسيل كلاوي. هلا عم ندرس مع مجلس الاداره اذا في امكانيه تنعمل، وقتها بنصير عندنا 8 تخوت 4 للاطفال، لانه بتعرف انه ما في بلبنان مركز غسيل كلوي للاطفال، بينخلطوا مع الكبار وهيدا مش كثير منيح للمعنويات. طيب بيصير عندنا مركز في 4 تخوت للاطفال و4 تخوت للكبار. نعم. في اطفال بيحتاجوا غسيل كلى خلال كم شهر اذا توافقت. نعم. دكتور يعني عم بفهم منك في اطفال كثير اطفال بيعيجوا غسيل، في كثير اطفال بتحتاج، والمشكله انه الولد ما فيك تقول له كل حياتك بدك تعيش على غسيل كلوي، دونك بدك تعمل له غسيل كلوي بطريقه مؤقته لتقدر تعمل له زرع كلوي. نعم. يعني قديش نسبه مثل ما عم بقول لك قد ايه نسبة هالحالات؟ ما في ولا مركز اطفال. اذا بتسمح لي قد ايه نسبة هذه الحالات عندنا بلبنان؟ يعني انا بقول لك بغسيل كلوي مستشفى روم تقريبا كل يوم في 3-4 اولاد بغسلوا كلوي، هذا بقسم واحد. ما فيني اقول لك العدد مزبوط الاجمالي. نعم. بس انه في كثير اولاد، لانه اذا عنده تشوه خلوقك بالكلوي او شيء، او اذا عمل التهاب او شيء بينتزعوا كلاوي. نعم. وبصير بده غسيل، وفيك تغسل له 5 سنين 6 سنين بس ما فيك تغسله لمدى الحياة. نعم. الغسيل كلوي عند الأطفال لازم يكون بس مؤقتا لدن نزرع له كلوي. دكتور يعني بعد انفجار يعني المرفأ أكيد يعني القسم عندكم أنتو تعرض وتدمر، من تولى إعادة أعماره؟ أي دولة من الدول؟ ليك تدمر كليا. السفارة السويسرانية أخذت ترجع تضبط الطابق الموجود هلأ، يعني اللي قاعدين فيه نحن هلأ. نعم. اللي ضبطته هي، وفي جمعية أسامي بيرس أند بيوند رجعت صلحنا نحن جمعية اللي أنا رئيسة، رجعنا صلحنا كل الإكويبمنت يعني الكوفزات الضررية وهالأشياء كلها وتجهيزات الداخلية. يعني الحكومة السويسرا عملت
الجهاز البناء البراني كله وشي مثل ما بتشوف شيء يعني من أحلى مستشفيات بالعالم صار. ونحن تجهزنا من جوا مع المساعدات جتنا في روتاري كلوب وكل الأشياء أجوا ساعدوا للبناء هالقسم. للمستشفى جديد في مثل ما قال دكتور مطر في الـ AFD أسانج فرانسيز ديفلوبمان دفعت فوق المليونين أورو. في دولة سويسرا إبروس باردون دفعت تقريبا 1,200,000 أورو كمان. 650,000 رح يروحوا للعمار و 600,000 لتجهيز مكنة ERM بالمستشفى. وفي ابنه للسيد فؤاد بطرس المرحوم فؤاد بطرس قدمنا $1,000,000 لنقدر نساهم بالاسم. وفي كتير في NGOs مثل سيل لبنان بأمريكا إمباكت لبنان بإنجلترا وكل الروتاري كلوب بالعالم يلي عملوا الجلوبال فاند ليلمولنا الماتيريال اللي راح نعمل فيه المستشفى الجديد. وأكيد هذا كله مع التعاون مع اليونيسف يلي لأول مرة بتاريخ العالم اليونيسف قبلت تفوت بمشروع مستشفى بلبنان لأنه هي ما بتعمل مستشفيات بالعادة. بقى بما أنه شافت حالتنا ودونك قرروا يفوتوا هن هلا يعني المصريات كلها تسلمت لليونيسف اللي يكون عندنا شفافية كاملة وهي اليونيسف اللي عم تعمر المستشفى الجديد اللي عم نعمله الأم والطفل 80 تخت وراح يكون من كمان من أحلى مستشفيات بلبنان. أنا بدي أشكرك دكتور مصاصي. فيني أقول لك من تاني يوم الانفجار يعني. نعم. أنا بدي أشكرك مع وعد إنه نحن يكون لنا أطلاق متتابعة. لا بس كنت لك إنه من العالم كله. تفضل. أهلا وسهلا ميرسي لك. شكرا شكرا لك دكتور روبير صاصي رئيس قسم الأطفال في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكارنتينا. لهون أصدقائي بنوصل لختام حلقتنا. بدنا نشكر كل الفريق اللي كان عم بيعاوننا ميدانيا على الأرض، المهندس فريد أبو حيدر، المصور حسن هاشم، والمساعد محمد ناصر. طبعا الشكر لمديرية الأرسال الأرضي والبث الفضائي بتلفزيون لبنان ولكل العاملين معنا بهذا البرنامج. بنلتقي معكم بكرة أيضا بحلقة جديدة ومحاور أخرى جديدة. إلى اللقاء، يعطيكم ألف عافية. باي باي.